وانا جاي لقيت عيل كده دوم مقطعه من البدل. انت بتطرد الواد يا ابني من الحصه اللي فاتت ليه؟ قال لك بس عشان اضربك قبل كده. احمد ضهر انت اتجننت يالا ولا ايه؟ اتكسرت فيك معلش. شكلك نسيت العلقه اللي فاتت. كما كنتش عارف انها تتكسر فيك وشيل ايدك لا تعسر جوه. لا اضرب واحد قد ابوك. ابوك اتضرب يا نادي. لا انا اللي اتضربت، انا اللي اتهنت قدام صحابي. صحابك دول اصلا مش رجاله عشان قلت لهم كفر مي وسابوني اسد لوحدي، وانا بعتك تجربهم. احنا شله مش رجاله في بعض. ايه ابوك اتضرب يا نادي؟ لا 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 لا، لا ما تاخدش الموضوع على نفسيتك، لان سيريسلي انا اللي اتضربت. لا انا عاوز حق، مش عايل قد ابني ضرب. ما انت كنت رايح تاخد حقي، دلوقتي انت اللي عايز حقك. ابوك اتضرب يا نادي. خلاص عرفت، انا ترجمت الحاجات اللي على المخطوطه واكتشفت ان ينفع استدعي شادو من قوه الظلام. طب وليه مش من قوه النهار؟ لا كده استدعي فتاه القوه. وانت مستقل بفتاه القوه؟ برغم ان المخطوطه شلحتنا بس ادتنا صلاحيات انت ما تتخيلهاش. انا مش عايز افصلك، هو عاش جدا والله، بس في واحد لسه بيحمل هناك اهو. خلاص انزل. انا قلت النت بتاع مصر ده مش نافع في حاجه، دي بقت حاجه تقرف. انتوا بتهرتلوا تقولوا ايه؟ نحن نصطاد على الحروب، ما بقاش على العالي اللي تمسك مخاطين. اسمها مخطوطات يا بقى. خد يلا تعالى. حروب اللي بتطلع على ده جسم محارب ولا ده صوت محارب؟ وبعدين ازاي تسيب السيد بتاعك كده وتمشي؟ ايه ده انت بقى اسمك سيد؟ لا السيد يعني القائد بتاعه. اخلصوا. ايه ده ابن مين الشادو ده؟ قليل ادب قوي. ما جاب المخطوط. اولي شيت. يلا شيلوا ارميه بره وقت واحد غير. سمح يا ابو النوادر. اهلا يا حبيبي ابو النوادر. انت عرفت؟ عرفت ايه؟ ان انا مش نادر. يا اصل انت بتصغرني، يعني انا بحاول بقالي شهر اشربك سيجارتي وانت شارب حشيش وناسي نفسك. يا ابني انت مش بتقول لابو النوادر؟ يا عم انا بحاول بس اجاريك كلام. يعني انت عايز ايه؟ اشرب السيجاره دي عشان المعلم بتاعي يديني سكور زياده. ايه يا عم ماشي تسلم حبيبي قلبي. كده بالسهوله دي؟ لو معاك تاني ده انا بيعمل الكشك. طب بقول لك ايه، انا عامل ايميل بيت وبعت لك تخش اقبله وكلمني عشان اخد سكور زياده والمعلم بتاعي فشخ بيه. يا ابن الخرف اللي انت بتقول، انت في سنه كام شيطان؟ ما اعرفش ان الشياطين بقى بتجيب على قدس كده الشغلانه. لما بص عايز سكور عالي خش على ابني هتلاقي ابويا جوه. هو راجل كبير هتكسب عليه سكور عالي جدا. يا عم ابوك ده بارد يا عم وما بيحبنيش اصلا وانا مش رايح له. لا الحجن العيال مسكوا ابنك فشفشوا ضربنا واحد درس بتاعه. لا مش نواحي، لا هم ضربوه عندك ولو كانوا بيحترموك ما كانوش عملوا كده. المهم الواد حصل له حاجه، ده الناس بتحكي انهم مسحوا بيه الاسفلت وسففوا تراب الشارع. ما خلاص يا وحش، ما هو بياخدوا درس عند واحد شخصيه ما كانش حصل كده. خد بالك انت بتلجح بالكلام. لا انا ما بلقحش وانت مالكش شخصيه عشان دي خمس مره تضرب عنك. لا 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 ما اسمحلكش، انت بتغلط فيا ولا ايه؟ يا عم خلص قلت لك قلبي. يا عم انا عذرك عشان ابنك برضه بقى ملطشت العيال. يا عم يا ناقصه تخلف التراني تحرق ده. قال ورصيد خلص ولا ايه؟ وانا مش قلتلك تنزل تجيب كيس شعرية؟ انت بتضربيني يا اولية؟ ده تلاتك زي الزفت. انت بتشتمني يا حيوان، ده انا راجل فاضي. زعقلي يلا بسرعة، زعقلي. امك كانت مدد عليا وهي ما تعرفش. هي كانت عايزة ايه، كيس شعرية؟ تاكلك قلمين، خدهم بكرامتك احسن ما انا اشتمك. يا حيوان خلص هيتقل مني. انت بتقول لابوك يا حيوان؟ شيطان الكلب ده هو السما بعتلك. بص يا ساحر انا عايزك تبهدل الدنيا، انا سمعت ان انت ليك في الاعمال السفليه والعلويه وصيتك واصل للمنوفيه. بص بهدل الدنيا اتفضل. لا مش للدرجات دي يعني، اشتغل على المكشوف عادي. يخرب بيتك عملت ايه؟ طيب انت كنت قايل لحد انك جاي لي؟ طيب انا همشي بقى عشان الغدا جهز، لو جيت بقول اديك ال 50 جنيه بتاعتك. بابا ما شفتش المخطوطه يا بابا؟ ايه؟ يا بابا فين المخطوطه يا بابا؟ ايه ده؟ الباشا بيعمل ايه؟ بعمل حمام سباحه عشان الصيف داخل. هكون بعمل ايه يعني؟ بدفن الزفته دي. ده علاش انها ماتت مننا؟ يا ابني مش فرعونيه يعني، اكيد كانت مدفونه وكده. يلا افتي هات يا بابا المخطوط. انا لا بعرف بس اللي طلعها طلعها منين، اصل التربه انواع. ايه الرياكشن ده؟ اللي طلعها. صحابك جم يا حاج. صحابي؟ ادي ايه يا ملوك الجيل القديم؟ الكلام على ايه؟ ايه انت بتنفع السجاده؟ بتقول حاجه يا ابو نادر؟ اولي شيت انت بتنشر
منها. هات لي قطنه غيرها الله يبارك لك عشان شكلها تصدق. شكلها ايه؟ شكلها دي اتحللت في ودانك. هتلاقي لك جايب لك كيس قطن تنجد بيه نفسك. بعيدا انها مش زريبه وانتوا دخلتوا قعدتوا على الارض وفيها امتري ايه اللي هو بيشربه ده من غير حجر ومن غير حاجه اصلا؟ لا ده الدنيا اتطورت خالص يا ابو نادر، ده الجيل الجديد، دي شيشه الكترونيه عقبال عندك وبتتشحن كمان. المهم بقى مش هنفرح بالواد ابنك على البنت بنتي سميه. طب بنتك دي حد يبص؟ ابني واد صايع ومش هينفع بنتك. يا عم ربنا يهدي. لا خد واحد مهدي جاهز. في واحد جاهز يرتبط كده اسمه مهدي؟ هو اي بيعه اي حد كده ليه يا سلعه؟ يا راجل يا قلاش يا فصيح، انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم انت السجاده؟ لا ما تخافش مش هتيجي على السجاده. ريحتها خيال، ما اضطر القعده كده، اضطر القعده. الواد اهو عايز يدي حاجه ثانيه. اقعد لي اصل اي حاجه، وايا كان اللي عامله فيه انت لا شفتني ولا تعرفه، وال 50 جنيه بتاعتك بقت 70 جنيه. ايوه انا اللي لبست المخطوط. كان بتعمل ايه معاك يالا؟ بتعمل ايه؟ سوري يا بطل. كان بتعمل ايه يالا؟ بس يا عم ده انا بحسب ابنك وارباك. يا عم بقت 100 جنيه. بتعمل ايه معاك يالا؟ تعالى واخرس وليه. مش عارف مش عارف ازاي حاجه سرسجه كده تقول الف. حافظ طبعا. قول يا شباب. لوقت الغلط بنطرطش. بس انت تقول ايه؟ لوقت الغلط بنطرطش الزلط. بنطرطش؟ بنطرطش. خلاص ولال. لوقت الغلط بنطرطش الزلط. ما تخافش كلام ضعيف. لا الجمله حلوه بس هو اللي بارد. هات كهربا. الفرصه ما عايزك تعيش. هنزل منك مخاطيط صغيرين. وصلت الكهرباء؟ ايه ده امال مش شادد الشنطه؟ ايه اللي جابك متاخر يالا؟ ايه امك واقفه؟ لا ده انا، ما انا المفروض اب بقى. لا ما ننساش نفسنا بقى. كنت بتعمل ايه بجسمي لحد الساعه 12؟ مش كفايه اللي عملته الصبح؟ كنت بدور بحاول الاقي حل للمرمطه دي. الصبح بسلم على عمك حنفي بقول له يا حنفي رح نتشني يا لمين، ولا انا ارد على ابوك؟ يا مش المخطوطه قالت يا ابني تزول زي تشاكه من قلم المرات؟ طب ما انا بتشاكى هم لو ولع لها في نفسي. هو انا نسيت اقول لك؟ المخطوطه كانت تقصد قرأة التعويذه اللي هو انا، وانا بصراحه برضو تعبت من كل اللي بيحصل ونفسي ارجع جسمي تاني. بوم. احنا مش هنرجع تاني لان المتحكم الوحيد في كل حاجه، ولازم تشوف شويه انت كنت بتعمل فيا ايه. انت زودتها قوي ولازم تترب. انت كمان بتعرف تطلع الروح من الجسم، يعني كان ممكن ترجعنا من غير المخطوطه. انا اكتسبت قدرات كتير ولو رجعنا اخسرها. انا مبسوط كده. انت اللي متبهدل ومبهدل حياتي معاك. اديك عشت يومين زي ما انا عايش. عملت ايه؟ اتبهدلت. دايما بتزعق ومش عاجبك حاجه ومش بتعمل اللي انا عايزه. يا ابني انا ما بخايف عليك. انت خاف على منظرك. ذاكر وبقى دكتور، ولو مش دكتور هشغلك في الشارع شغل يقتل طموحك. مع انك مش دكتور وما تحبش، لان كده كده هنختار لك العروسه. انا لقيت اللي رجعني جسمي تاني، بس انت مش هتكون موجود. يا ابني انا ما بخايف عليك. دلوقتي تملك قدرات تعمل بيها اي حاجه في اي وقت، مش محتاج لاي حاجه. بابا انا زعلت كده، لازم ارجع كل حاجه تاني. اوعى تضيع الفرصه، انت خدت القرار الصح وكان لازم يحصل. خلاص مش لو وصلت لكده بتضحي بابوك عشان خاطر قدرات وانت عارف انها هتدمرك. لا ده احنا نرجع تاني كده زي الحلوين. هو اللي حصل ده بجد؟ ده انا انفخك وافسيك. بتخفى ابوك يا حيوان، ده عدتك كانت قافله مش حلوه. لا 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 ما انا عيطت في الاخر، انت شفتنيش ما تزول اذا تشاكت من قلم المرات. يا تطلع ديناصور، انت بتحاول تخفى ابوك تاني؟ لا 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 ده انا بجرب بس. انا انفخك انت وامك المفتريه دي. نورت نورت، يبقى يحصل حاجه. طيب يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تكتبوا توقعاتكم ايه المخطوطه بعد كده وتعمل اشتراك للقناه عشان هدفنا دلوقتي نوصل 2 مليون مشترك، لان طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو انا تعبت فيه جدا وقعدت 15 يوم عمل متواصل، فيعني اعمل سبسكرايب لاشتراك. شكرا جدا.